هنعمل حاجه بسيطه دلوقتي اللي هو الفلفل، واما يكون كل حاجه قريبه من الطبيعه والطعم وما بغيرش حاجه فيه بتكون طعمها لذيذ، وخصوصا لو بستعمل مواد وخامات اوليه طازه. فاجيب الفلفل ده وبحطه في الفرن هشويه، هيبقى فيه طعم الشوي، يعني الفلفل نفسه هيبقى طعمه مشوي. بقشره وهو ده اللي هعمله شوربه. ممكن استعمل مرقه، ممكن ما استعملش مرقه. يبقى عندي هنا الفلفل بعد ما حطيته في قلب هنا هوت الفرن، طلعته قشرته وتخلصت من البذر اللي فيه، والفلفل الاصفر ناخد شويه هنا هوت بالعصاره بتاعته اللي نزلت منه نحطها هنا، والفلفل الاحمر نفس الشيء بقشره اشيل البذر منه وبحط دوت هنا على اساس ان دول اللي اخلطهم. ممكن اتبل ده شويه صغيرين من الملح، مش هحط كتير. وبالمناسبه ده لما بعمل حاجه زي كده اسمها كولي، يعني ممكن اجيب الفراوله التوت اي حاجه او الفلفل، اما بفرمه بيبقى هو بس الفلفل نفسه بيبقى فلفل كولي او الفراوله او التوت. نقفل دول ونبتدي نفرمه ناعم، مش محتاج اعصره، مش محتاج اتخلص من اي حاجه لان انا شلت البذر وشلت القشر قبل ما اطحنه. اتاكد ان هو دوت اللي انا عايزه. ممكن اضيف شويه مرقه صغيره، ولو عايز انا ما اكلش يعني يكون خضار بس ممكن احط مرقه خضار. بنعمه خالص وبخليه سميك غليظ شويه تانيين هنا لغايه لما اشوفه يبقى اكنه مش بوريه لا شوربه، بس ما بغيرش من طعمه كتير. يعني لو زودت حاجه ممكن ما زودش كتير عشان ما اخدش من طعم الفلفل نفسه. كرر نفس الحكايه هنا مع الفلفل الاحمر، هنحط مع دوت بتاكد ان هو مش بوريه، عايز اخفه شويه فبحط شويه هنا من المرقه، ممكن ازود شويه هنا، وفي الملح والفلفل. وبقى عندي هنا شوربة الفلفل الأحمر وعندي شوربة الفلفل الأصفر. صدقوني لو انتوا هنا ليهم ريحة، يعني ليهم ريحة لأن شويتهم. حط ده هنا ونحط الأصفر هنا، وهجيب الطبق اللي أغرف فيه وهصبهم الاثنين في نفس الطبق. نجيب الطبق هنا اهو وبحط شوربة الفلفل الأحمر والأصفر على أساس يبقى هو دوت الفكرة، وشوية صغيرين بس من الزعتر. يعني الحاجة بسيطة جدا، ولو حبيت تملي بحط شوية زيت زيتون أو نخليها كده.